اتفضل يا سيدي. اتفضل. انت كده تمام التمام. مش عارف يا اخي، تحس كده ان الفلوس دي باين لها حرام ولا ايه؟ ما فيهاش بركه. تاني يا سعد، هنعيده تاني؟ امال انا ايه اللي بيجرى لي ده يا مختار؟ ده سوء تخطيط منك. ما انا قدامك اهو، اشيتي معدن وفل الفل. يا عم الله اكبر، ما تقرش على نفسك. واما بنعمه ربك فايه؟ فحدث. عرفت ان رشا طالبه الطلاق؟ انت الابلسه، خدتك لحم ورميتك عضم، لعبتها خرصه بنت اللئيمه. بس انا مش هسيبها. هتعمل ايه بقى؟ هقوم اجدع محامي في البلد وهجرجرها في المحاكم. موت يا حمار. وبعدين القوانين اليومين دول مش في صالحك، دي في صالح الست. الست ممكن اليومين دول تخلع نفسها منك يا اخويا. طب اعمل ايه يا مختار؟ ايه رايك اما تولد نخطف العيل ونقول لها انه مات عشان تحل عننا؟ يا عم مات ايه؟ مات ايه؟ فال الله ولا فالك يا مختار. يا عم بعد الشر. بعد الشر طبعا، مات كده وكده يعني. لا يا مختار، انا وابني لازم نعيش في النور، رشا هي اللي لازم تعيش في الضلمه. ازاي يعني؟ انا في فكره بنت ابلسه جت في دماغي، وعايز مخمخ لها كده عشان تستوي واعرف اعملها. فكره ايه دي يا معلم؟ هقول لك يا مختار، بس توعدني اللي هقوله لك ده يفضل سر بيني وبينك. سرك كبير يا اخويا، قول. 18 مليون ونص، ودول بتوع ايه؟ دول باقي نصيبي في الميراث. ليه؟ هو عمي كان عنده مال قارون؟ لا مال قارون ولا حاجه، الحكايه كلها 100 مليون. 100 مليون؟ هي تجاره الجلود بتكسب قوي كده؟ دول مش من تجاره الجلود. امال من ايه؟ صفقة كده بابا عملها الله يرحمه قبل ما يموت بشهرين. أيوة يعني صفقة إيه دي اللي تكسب الفلوس دي كلها؟ أدوية متهربة. متهربة؟ عشان كده أنا رفضت أخدهم، وخدت بس نصيبي الحلال المليون ونص اللي خلاص خلصوا ومش باقي منهم حاجة. طب والعمل يا أشرف؟ ابننا بين الحياة والموت، ده خلاص الدواء قرب يخلص. مفيش قدامي غير إن احنا نبيع ذهبك. وحتى لو بعنا الذهب هيجيب لنا كام يعني؟ وهيقضينا قد ايه؟ احنا عندنا مصاريف كتير قوي وايام اكتر. هو ده اللي محيرني ومخليني مش قادر افكر. روح هات الفلوس يا اشرف. بقول لك دي فلوس حرام. ومش حرام ابننا يموت قدام عينينا واحنا معانا الفلوس ومش قادرين نعمل له حاجه؟ بس انا خايف من الفلوس دي قوي يا هدى. ربنا غفور رحيم واحنا مضطرين، وربنا اللي قال كده: ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ما كنتش اتصور انك هتوافق ان احنا ممكن نمد ايدينا على الفلوس دي. يمكن في ظرف تاني كان رأيي يكون غير كده، بس احنا في لحظة صعبة قوي، والفلوس دي هي جزء كبير قوي من حلها، ولازم نتحرك وبسرعة. ياما ناس كتير قوي عيالهم بيموتوا قدام عينيهم مبيقدروش يعملوا لهم حاجة من فقرهم وقلة حيلتهم، واحنا معانا الفلوس وفي ايدينا الحل. مش معقول بقى ما نساعدش بيه ابننا. انت شايفة كده؟ صدقني مفيش قدامنا غير كده. ده الفلوس دي جات لنا نجدة. اشرف انا كنت خلاص هتجنن من كتر التفكير، ومش معقول بقى يجي لنا الحل وما نتمسكش بيه وننفذه. لو عايز تسهلها على نفسك